الله النهارده هنعمل معاكم ونعلمكم طريقه عمل الكمامات او الطبلهات، تمام؟ زي ما بتسموه. ان شاء الله الفيديو النهارده هيكون صفقه جاريه على الاخ زوجتي استاذ اسامه الوان، توفى الله يوم الجمعه 11/12/2020. بتمنى من جميع الساده الضائع للفرحه. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه بقى يا جماعه للبنوهات والمرفعه، اهم حاجه انك تعمل الخط مظبوط عشان تقدر تشتغل عليه، تمام؟ هنبدا بقى من الوص طيب بالنسبه للقطعيه دي لازم تعرف الجزء اللي هيبقى في الخارج هو اللي بيبقى البارز، يعني احنا هنقطع تقريبا كده، تمام؟ معلمينها هنا الكبيره التخينه دي، تمام؟ هتبدا تحط هنا زي الجدار بالظبط، الجدار بتاعك مستقيم هتحط كده في الحيطه المربع، يبقى دي هتحطها كده. قطعيتنا هتكون بالزاويه دي، قرب شويه عشان تبقى باينه بالزاويه اللي هي دي. عمال خلاص تثبت، تحط المنشار بتاعك بالزاويه اللي احنا حطيناها دي 45، تمام؟ في الصندوق هتبدا بنفس الطريقه دي، تمام؟ هي دي زاويتنا اللي هنشتغل عليها. الخطوه الثانيه بعد ما انت علمت ديت في البلد دي اللي هتبقى بره، ركز معايا، هتبدا تحطها كده على الجدار نهايه العلامه اللي انت حطها فوق، ومن تحت هتاخد لي علامه. قرب كده محمد، قرب لي خالص. يعني احنا مثلا عندنا الخط اللي احنا عاملينه اللي هو ده في الحيطه، بتخنقه كده عشان يبقى باين، تمام؟ هتبدا تساوي زي كده علامه تكون ماشيه مع الخط اللي هنا، لان هو احنا هنقص برضه من هنا بنفس الطريقه دي كده بزاويه لجوه، ده اللي هيكون بارز معايا. ركز جدا في الموضوع ده. يلا نقص دي، تابعونا. هتبدا بقى العلامه بتاعتنا شايفينها اللي احنا بنقول كده، هتبدا احنا عايزين القص تكون بالزاويه دي كده، ده يكون العالي وده يكون الغطسان اللي تحت. تبدا تساويها بنفس الطريقه دي كده بالعلامه هنا، قرب شايف العلامه عند الفتحه. الخطوه اللي بعد كده هنبدا تحط المنشار بتاعك بنفس الطريقه دي كده، وعلامه لك خالص تثبت، ونقطع كده كده. بعد ما خلاص قطعنا الدلع ده زي ما شايفين من الناحيتين، هجيب برضه عمود تاني قبل ما اركب ده، وهبدا برضه بنفس الطريقه. الكبير عندي هنا، يبقى الكبير هو اللي هيكون بارز، هقطع برضه بالزاويه دي، تمام؟ طيب وهقيس الاثنين ببعض زي كده. هبدا اجيب اللي انا قستها واحط هنا، وهبدا بالقلم بتاعي اعلم، لان انا عايز الضلعين يكونوا قد بعض، بتظبط معاك الشغل جدا. وهبدا اقص دي كمان برضه هنا نفس القطعيه برضه، خدوا بالكم التخينه او الجزء اللي فوق هو ده اللي بيبقى متقص الزاويه دي كده، فبظبط العلامه بتاعتي هنا، وهبدا اجيب المنشار بزاويه 45. طبعا تقدر تعمل صندوق خشب، كده بقى معايا الاثنين. يلا تابعونا واحنا بنركب كده. الاثنين معايا قد بعض، هبدا بقى من غيرها او سيليكون. يلا تابعونا. هبدا اجيب السيليكون الالماني اللي هو زي ده اللي انتم شايفينه، اي نوع عندك يكون نوعه الماني، وهتبدا بالراحه خالص تمشي خط بنفس الطريقه دي. طبعا اقل حاجه في السيليكون بتمسك على فكره. هتعمل لي خط هنا، وهتعمل لي برضه خط هنا بنفس الطريقه دي كده. قرب الكاميرا عليا عشان يبان سمك السيليكون، شايفينها مش مجدد، حاجات بسيطه خالص. برضو الثانيه نفس النظام اللي هي دي، نفس اللي عملناه هنا هنعمله هنا. على فكره الفيديو مش متسرع بالسرعه الطبيعيه خالص، عشان ايه الدرس يبقى واضح. طبعا اللي هيعرف في القطعيه ديت مهما كان هيقدر يشتغل بنفسه. احنا السيليكون معانا جرب يخلص، زي كده هنبدا بقى ايه نركب بقى. يلا تابعونا.
بالنسبة بقى للتركيب سهل جدا خالص بقى، من مجرد ما تلمس الجدار خلاص الفوم أو الفيوتك ركب معاك، بتساوي على الخط من فوق اللي أنت عامله والخط اللي أنت عامله من هنا، وتضرب زي كده بنفس الطريقة دي كده بزي كده. وتمسح لو في أي زيادات وبكده يبقى خلاص ده ركب معانا خلاص زي الحديد. يلا شوفوا التانية احنا بنركب. طبعا انتوا شايفين برضه السلكنا والله يحرق عليكم. هتبدأ بس كل عليك انك عامل خط وهتحطها بخط مستقيم على الخط اللي انت عامله، مش أكتر من كده ولا أقل من كده. سهل برضه. سويت أنا على الخط التاني من فوق من هنا واللي في الزاوية من هنا. هضرب عليها جامد زي كده. تقريبا لو عايز مش مشكلة. وامسح الزيادات لو في. وكده احنا ركبنا اليمين والشمال من فوق وتحت زيها بالظبط. يلا نبدأ برضه كده العمود الجديد للجزئين اللي فوق. هبدا برضه احط العمود كده. انا عايز اقطع كده طبعا، حاول عشان ما يكونش فيه حاجات كتير هتترمي، حاول تخليك العطية بتاعتك من هنا على الطرف على قد ما تقدر. تمام. وهتبدا برضه بالمنشار، شغلنا هيكون بالزاوية دي زي ما انتم شايفين، بالزاوية اللي هي دي كده. تمام؟ قطعنا. هنبدأ بقى نعلم على البرواز اللي على الحيطة عشان نعرف مقاسنا مظبوط عامل ايه. يلا كده القطعية اللي احنا قطعناها الناحية دي هبدأ أركبها من هنا مظبوط كده. تمام؟ ومن هنا هبدأ بنهاية الفوم أو الفيوتك هعمل علامة بحيث إن أنا زي قطع بسيط كده شايفينه اللي هو ده نهاية اللي انا هشتغل عليه. هبص عليه. يلا تبص. طيب العلامة اللي خدتها من بره هنا بيناني مش بيناني، هقص برضو كده. تمام. ركز ان الواحد لو قص كده يبقى باظ منه الشغل. في البرواز قصك كله يبقى من جنب بره، البارز هو اللي جنب بره، هيبقى زي كده نفس الطريقة دي كده زاوية 45. كده معايا العود بارز من الناحية دي وبارز من الناحية دي، هجربه على الحيطة ونعمل التاني زي ده. يلا مع بعض هنبدأ بقى نحط العود بتاعنا في لحنا في الصناعة بالطريقة دي كده. تمام. مظبوط معانا؟ طيب ما دام مظبوط معاك هتاخد العود ده وهتقص الجزء اللي تحت زي نفس المقاس بالظبط، بحيث يبقى الشمال واليمين زي بعض واللي فوق واللي تحت زي بعض، شغلك بيطلع ميزان مظبوط حتى لو في اي غلطه في مقاساتك الطريقه دي هتظبط لك شغلك. يلا تمام. طبعا ده العود اللي معانا مظبوط، ده مش الا لما اقص الزاويه اللي هي كده. ركزوا معايا، ده عندي اللي هيبقى كويل حط كده خليها على الطرف خالص. هبدا اقص زي كده وابدا بقى اقيس الاثنين مع بعض. هبدا اقيس العود ده مع العود ده وهبدا اعلم بالقلم بتاعي بنفس الطريقه دي عشان نقص. يلا كده عندنا الجزء اللي هنا برضه السكه بتاعته طالعه من هنا، يبقى ما عندنا من هنا الجزء اللي تحت برضه هو السكه بتاعته بتبقى طالعه من هنا. هننزل كده بنفس الطريقه اظبط على الزاويه بتاعت ال 45 العلامه اللي انا واخدها بنفس الطريقه دي كده، وهبدا برضه اجيب اي سلاح اللي انا بقطع بيه وهبدا اقص كده. يبقى معايا الاثنين قد بعض فوق وتحت، احط لهم غيره واركب على طول. يلا حلو. بس اوريكم الناس زي بعض قرب محمد من فوق زي بعض بالملي. نبدا نجيب الغيره بتاعك بنفس الطريقه دي كده برضه. هتبدا طبعا ما تسيبش الحته اللي انا سيبها في الاول دي، لازم كله خط مستقيم زي كده. الجزء اللي بره طبعا لو حين في حته جت عندك خفيفه مفيش مشكله، ما تستعجلش ارجع تاني عليها زي كده بنفس الطريقه، لان لو حاجه خفيفه مش هتمسك معاك. بعد كده من هنا نفس النظام انا معاكم واحدة واحدة بس عشان خاطر ايه
لو حد حابب يتعلم صنع تركيب الفوم بدل الجبس او الفيوتك. وادي التانية اللي احنا معلمينها، يلا تمام. نبدأ بقى على الجهاز، نبدأ بس هنحطها ما بين الاثنين، ما بين الاثنين زي كده تمام؟ تساوي شغلك، تخبطها خط زي كده تمام؟ تمسح لو في زيادة. طيب اللي تحت برضه خليكم معايا، ما تنساش ان هم هيتعاملوا معاكم برضه نفس الكلام عشان يتعاملوا بس برضه نفس الوقت بتاعنا اللي احنا عاملينه. هنبدأ من تحت برضو نركب زي كده تمام، نضغط زي كده على الوضع، نمسح الزيادات. الموضوع سهل خالص، وكان معكم اخوكم محمد الحلواني، وان شاء الله انتظرونا في بيت مراحل بديل الجبس الفيوتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الفاصل يا جماعة بياخد معجون، الفاصل اللي ما بين اللحام واللحام لازم ياخد معاك معجون تمام؟